اهلا بيكم في فيديو جديد عن شرم الشيخ وتخرجوا فين بالليل والحياة الليلية في شرم الشيخ. شرم الشيخ من اجمل الاماكن في مصر اللي هتتبسطوا فيها قوي، عشان الصبح هتتبسطوا قوي من البحر والانشطه اللي هتعملوها، وكمان الحياه الليليه اللي مش هتخليكوا زهقانين ابدا ومبسوطين دايما ومش عايزين تمشوا من شرم. لازم تزوروا السوق القديم، المكان هناك حلو قوي وفي ميكس حلو قوي ما بين الجبال والكافيهات اللي تقدروا تقعدوا فيها وتتبسطوا قوي، ده غير المحلات الكتيره اللي تقدروا تشتروا منها هدايا وحاجات تفكركم بشرم الشيخ وما تنسوهاش. القعدة هناك حلوة قوي، تقدروا تقعدوا فوق على الجبل وتبقوا شايفين المكان كله جامع الصحابة، والمنظر حلو قوي وهتتبسطوا أكيد. وطبعا اهم حاجه هناك هو جامع الصحابه اللي هتشوفوها تنبهروا بجماله وشكله الحلو. الجامع كبير قوي وشكله يشدك من اي مكان وتفضل تتفرج عليه وتاخدوا صور كتير، وبجد من احلى الجوامع اللي موجوده وشفتها في مصر. بعد كده لازم تروحوا فرشة، وهو كافيه موجود في منطقة الهضبة، وهو موجود في قلب الجبل وقدام البحر على طول. بمجرد ما تدخل المكان هتنبهروا بيه والألوان والتحف والتماثيل اللي موجودة في كل مكان. موقع فرشة حلو قوي لانه على البحر على طول ومبني في قلب الجبل. معظم الوقت المكان زحمة والاحسن انكم تروحوا بدري وتحجزوا عشان تقعدوا في احسن مكان. المكان على الستايل البدوي،
كل حاجه هناك شكلها مختلفه وجميله. هتروحوا تشربوا حاجه، بس هي تجربه حلوه قوي، والمكان هتفضلوا تتفرجوا فيه على كل حاجه، وهتبقوا عايزين تقعدوا هناك ما تمشوش. واحلى وقت انكم تروحوا في وقت الغروب، بيبقى المنظر تحفه وهتنبهروا بيه. انا ما لحقتش الغروب للاسف، ولكن المكان حلو قوي في اي وقت، ولازم تزوروه لما تروحوا، هتتبسطوا قوي. من احلى الاماكن سوهو سكوير، المكان فيه بهجه وجمال غير طبيعي. هتفضلوا ماشيين مبسوطين بالانوار اللي موجوده في كل مكان، والتماثيل كانك ماشي في شوارع اوروبا. المكان واسع وكبير، والانوار موجوده في كل مكان على المباني والشجر والنخل، وفي نافوره راقصه هناك برضو بتشتغل كل فتره، بيبقى شكلها حلو قوي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوني لايك وتعملوا اشتراك في القناة. وفي مكان هناك اسمه خان الخليلي بازار، موجود فيه محلات كتير تقدروا تشتروا منه هدايا وحاجات تفكركم بشرم الشيخ. هتفضلوا تتمشوا هناك وتتصوروا في كل مكان من كتر ما كل حاجة هناك حلوة، ده غير الكافيهات الكتيرة اللي هناك اللي هتتبسطوا فيها قوي، وبيقدموا عروض وبيجيبوا فرق تعزف وتغني، وكان في باند كولومبي الشو بتاعهم حلو قوي والأسعار كويسة جدا، وهتتبسطوا قوي هناك. ما ينفعش نروح شرم وما نزورش خليج نعمة، اشهر مكان هناك. هتتمشوا هناك وهتتبسطوا قوي، وفي كافيهات ومطاعم كتير بتقدم عروض برضو تقدروا تقعدوا فيها، وهتتبسطوا قوي ومش هتزهقوا.
التمشية في خليج نعمة حلوة قوي، وهتبقوا مبسوطين بالأماكن اللي حواليكم والعروض اللي موجودة في كل مكان، وفي برضو هناك محلات كتير تقدروا تشتروا منها هدايا، والمكان حلو قوي. شرم الشيخ جميلة قوي، ومن أحلى الأماكن في مصر اللي لازم نحافظ عليها ولازم تروحوا، أكيد هتتبسطوا فيها سواء بالليل أو الصبح. وما تنسوش تشوفوا فيديو الأنشطة البحرية موجود على القناة، وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.